سيداتي آنساتي سادتي أحييكم أجمل تحية من استاد نادي القادسية في منطقة حوالي لأصف لكم وصفا تفصيليا لهذه المباراة الودية، ثالث تجربة لمنتخب الكويت الوطني استعدادا لدورة الخليج راح تقام إن شاء الله في بغداد الفترة من 23 شهر 3 إلى 8 شهر 4. يمثل منتخب الكويت الوطني اليوم في حراس المرمى جاسم بهمن، في خط الدفاع بيلعب من جهة اليمين بيلعب نعيم سعد وعبد الله معيوف محبوب جمعة أحمد المكيمي، أما في خط النص بيلعب بدر عبد الجليل وعبد الله بلوشي وحمود فليطح، أما في خط الجمهور بيلعب يوسف السويد وفيصل الدخيل وخالد الزنجي. أما فريق البرازيلي سانتا كروز، نادي سانتا كروز وهو من مقاطعة بيخ أمونغو وهي مقاطعة في الشمال، يمثل في حراسة المرمى شويل، في حراسة المرمى في خط الدفاع بيلعب رقم 4 كارلوس ويرانيوس برانيوس والفريدو وبدرينو، أما في خط النص بيلعب جاجينيو وجيفاندو وكارلوس روبرتو، أما في خط الهجوم بيلعب جاجير أو نينيا جاجير وأيضا نينيا وجون زينيو. حكم مباراة اليوم الحكم الدولي عبد السلام الياقوت، واضح بالصورة، يساعده في التحكيم أحمد دشتي ويعقوب يوسف. بداية الشوط الأولاني الجو لطيف اليوم ربيعي، لكن للأسف أن الجمهور قليل جدا في استاد نادي القادسية خصوصا في المدرج الرئيسي، أقدر أقول ماكو جمهور. طبعا هذا بيعيب علينا الكل أن فريق خارجي مثل هذا ونادي من البرازي بيلعب مع منتخب الكويت الوطني، تاجين يكون الجمهور أيضا وراء فريقهم، لكن الجمهور قليل جدا في الملعب. تلعب الكرة سنترت توصل لمحبوب جمعة، منتخب الكويت الوطني واضح الأزرق لابس اليوم، توصل لسويد تروح منه وتلعب مرة ثانية توصل فريق البرازيلي، كعبريلا بيلعبها حلوة إلى كارلوس، كارلوس بيلعبها ناحية الشمال، اللعب مرة ثانية بياخذها حمود فليطح، وحمود فليطح تطلع الكرة برا الملعب أوت. في البرازيل اليوم أيضا بتنقل مباراة بالإذاعة الهواء مباشرة إلى البرازيل، تلعب الكرة توصل إلى نادي سانتا كروز، لعبها ناحية الشمال جون زينيو، أرضية بيلعبها تطلعها محبوب جمعة عالية بيعليها، تلعب عبد الله بلوشي يم الزنجي تروح منه وفي فاول على اللاعب كارلوس، فاول على كارلوس، فاول حكم عبد السلام الياقوت، فاول محبوب عبد الله معيوف، توصل الى خمسه جيفانيدو، عبد الله معيوف بتروح منه محبوب يقطعها، تلعب مره ثانيه توصل حصلها خالد زنجي، يوسف سويد، سويد لعبها الى اللعب الى فيصل الدخيل، كان في موقف تسلل، رايه مرفوعه وكره ملعوبه من بدر عبد الجليل، لكن في كان في موقف تسلل فيصل الدخيل. لعبت الفيردو لعبها نوصل ناحيه الشمال، حصلها كره مع الفريق البرازيلي بيلبس ابيض مخطط اسود واحمر، ملعوبه عرضيه وسريعه شايت ما بايد جاسم بهمن، حاول تطلع الكره منه برا الملعب كورنر. كورنر كورنر تلعب ارضيه سهله، رجع له مره ثانيه مصلح نفسه مشترك معاه اللعب، توصل في النص بيحصلها
حمود فليطح كره معاه بيلعبها حمود ناحيه اليمين فيصل الدخيل اللي قاطع له لكن بيتاخر فيها فليطح تلعب مره ثانيه وتروح ناحيه عبد الله معيوف كره مع عبد الله معيوف منتخب الكويت الوطني يلعبها ناحيه اليمين الى نعيم سعد تروح منه فيصل الدخيل نعيم سعد بدر عبد الجليل يغير اللعب بدر انما اقرب لكارلوس كارلوس البرتو يلعبها ناحيه سبعه جاير الفريدو جونزينيو منقوله كره سريعه تلعب ناحيه الشمال تلعب مره ثانيه توصل الى جيفانيدو يلعبها جيفانيدو كره معاه ناحيه الشمال مشترك توصل الى عبد الله معيوف عبد الله معيوف الى حارس مرمى جاسم بهمن محبوب جمعه عبد الله معيوف اول خمس دقائق كره ملعوبه اول تقريبا اربع دقائق من بدايه الشوط الاولاني كره مع محبوب فريق الضيف راح يلعب في الخليج الحقيقه راح يلعب في البحرين وراح يلعب في الامارات وراح يلعب في السعوديه ايضا كره توصل الى احمد المكيمي بيلعبها ناحيه الزنقي سريعه حاول يحصلها ما خلي يتصرف فيها بيرمي نفسه عليه المدافع اليمين بيشترك مع خالد الزنقي اللي هو بارانيوس كورنر احمد المكيمي راح يلعب الكورنر واضح المكيمي احمد ثبته راح يلعب المكيمي لعبت بنط حارس المرمى وبياخذها بيلعبها على طول ايده ناحيه الشمال توصل الى جونزينيو النص تلعب الى بلوشي حصلها بدرينو سويدي بيلعب من قدام عشرة اللي هو كارلوس روبرتو في اثنين كارلوس رقم أربعة وكارلوس رقم عشرة ذلك راح نسمي كارلوس عشرة روبرتو تلعب ناحية الشمال كرة ملعوبة جونزينيو منقولة أرضية وسريعة بيحصلها ما أعتقد يحصلها فعلا توصل لمعيوف يطلعها تطلع الكرة برا الملعب ضربة مرمى لصالح فريق نادي سانتا كروس البرازيلي سانتا كروس البرازيل حقيقة طبعا ضمن مقاطعات فهو حصل في عمر بطولة الدوري في مقاطعة بيخ أومنكو مرتين عن المركز الأول وفي الموسم الماضي يحتل المركز الرابع على عموم مقاطعات البرازيل لأنه بيعمل دوري عام لكل مقاطعات البرازيل يحتل هو المركز الرابع تلعب الكرة وتوصل إلى احمد المكيم ياخذها محبوب لما تطلع الكره برا الملعب اوت سبع دقائق حوالي مضى من زمن الشوط اولت اللعب لسويد سويد كره معاه يلعبها توصل ناحية اليمين بيحصلها جاجير يلعبها إلى بارانيوس إلى كارلوس تروح منه تروح من كارلوس تروح من ثمانية أيضا اللي هو جاجينيو وصل إلى بدر يلعبها إلى فليطح كرة معاه فليطح بيلعبها ناحية إنما يباصيها غير سليمة تروح الكرة في النص بيحصلها نينيا بيلعبها ناحية الشمال كرة ملعوبة ناحية خمسة جيفانيدو بيلعبها عرضية كرة حلوة قدام الجول وشايت توصل جول جول كرة ملعوبة سهلة بيطلع بهمن من الجول تقدر بيلعبها أرضية سهلة اللاعب الأسمراني البرازيلي في أول سبع دقايق اللاعب البرازيلي تسعة نينيا
نينيا بيسجل اول اهداف المباراه، كره ملعوبه سهله ناحيه شمال بيحطها وبيحاول عبد الله معيوف يطلعها من الجول، ما يقدر طبعا بعد ما عدت خط المرمى. مسجل نينيا الهدف الاول لفريق البرازيل، لفريق البرازيلي سانتا كروز في الدقيقه 8، في الدقيقه 8 رقم 9 اللي هو نينيا. نينيا بيسجل اول اهداف المباراه. توصل الى باهمن، باهمن بيلعبها على طول، توصل الكره الى ناحيه اليمين، عبد الله معيوف كابتن منتخب الكويت الوطني، كره مع عبد الله معيوف، معيوف بيلعبها الى فيصل الدخيل، دخيل كره معاه بيلعبها طويله قدام ناحيه اليمين الى نعيم سعد، لكن اقرب لها المدافع بدرينو. تطلع الكره كورنر منه، كورنر من بدرينو. لعبت بعدها الدفاع البرازيلي، صلاح احمد المكيمي باصيه خطا، هجمه مره ثانيه للفريق البرازيلي، سانتا كروز سبعه بيعدي ووصل ناحيه اليمين، كره معاه بيحاول يحصلها، كره معاه قاطع لجهه اليمين كارلوس بيغير رايه، كره معاه بيحتفظ فيها ويحفظ فيها فعلا سبعه جاجير، كره معاه لعبها ناحيه كارلوس، كاس كره معاه وداخل مع المكيمي وبيطوح المكيمي بيعدي منه كارلوس بيلعبها عرضيه تلعب في الراس توصل ناحيه الشمال بيحطها خطره بالجول، انما بيطلعها تضرب في بهمن تطلع الكره برا الملعب، كورنر. فريق الحيدي بيتحرك بسرعه وتسعه نينيا كره بيتحرك بيتابعها وكره ملعوبه لناحيه شمال ياب الهدف، كورنر، كورنر للفريق البرازيلي، كره ملعوبه انما بينط جاسم بهمن وبيشيلها على طول بيرميها بايده لفيصل الدخيل، والدخيل كره معاه يلعبها في النص توصل ناحيه اليمين اربعه كارلوس، كارلوس بيلعبها الى خمسه جيفاندو، وجيفاندو بيلعبها ترجع له مره ثانيه، جيفاندو بيلعبها يقطعها انما في فاول على اللاعب البرازيلي اشترك مع محبوب جمعه. 10 دقائق مضى، حوالي 10 دقائق مضى من زمن الشوط الاولاني من المباراه، النتيجه ما زالت 1 فريق سانتا كروز البرازيلي لا شيء منتخب الكويت الوطني. سجل هدف في دقيقه 8 يابا اللاعب نينيا رقم 9، تلعب الى محبوب، كره مع محبوب مو بيلعبها على طول، توصل الى زنقوي باصيها الى بدر، بدر بيلعبها ناحيه اليمين تطول الى عبد الله معيوف، الى بدر عبد الجليل، بدر بيعدي كره معاه وبيلعبها بدر، لكن سوي الضيف الحقيقه سانتا كروز بيلعب بطريقه كشف التسلل، لذلك على طول انه هو بيضع مهاجم منتخب الكويت الوطني في موقف سل على طول، اذا ما انتهى طبعا المهاجمين، بدر بتعدي من النص كره مره ثانيه المحبوب بتصل الى احمد المكيمي، كيم بيلعبها يباصيها لسويد، سويد يردها الى المكيمي، المكيمي بيلعبها الى محبوب جمعه، كره تلعب الى فيصل الدخيل يباصيها الى محبوب جمعه مره ثانيه، محبوب يلعبها على طول ناحيه اليمين الى فليطح، فليطح بيلعبها ناحيه اليمين يباصيها فليطح خطا، تلعب مره ثانيه توصل الى انما في فاول، في فاول، كره مع فليطح المفروض مشيها الناحيه الثانيه لكن بتروح الكره في فاول، في فاول، فاول فاول فاول، ثالث تجربة لمنتخب الكويت الوطني، فاول خارج دقيقة 18. حلوة الدخيل، شايت الدخيل شوته لكن في مكان بعيد وصاحي معاها حارس المرمى، بتلعب الفريدو إلى بدرينو، بدرينو الكرة معاه بيلعبها قدام لعبت تطلع الكرة برا الملعب اوت، لعب هادي وعادي جدا لحد الآن، وفي هدف واحد في المباراة لنادي سانتا كروز البرازيلي، سانتا كروز البرازيلي لهدف واحد، مضى حوالي 13 دقيقة، الكرة ملعوبة في النص توصل
باصه خطأ من بدر تلعب مرة تركرة في النص بيحصلها بلوشي، بلوشي يلعبها لبدر عبد الجليل، بدر كرة معاه بيلعبها عرضية بدر إلى أحمد المكيمي، أحمد المكيمي كيم بيلعبها إلى فيصل الدخيل، الدخيل اللي بيعدي بتروح منه وتلعب مرة ترجع للدخيل، دخيل لعبها ناحية اليمين إلى أربعة حمود فليطح، وحمود فليطح كرة معاه بيلعبها شايد يشوت في بدرينو يلعب مرة ثانية ويقطعها الدفاع البرازيلي وتلعب في النص ويحصلها تنقطع مرة ثانية تلعب توصل ناحية اليمين لنعيم سعد، نعيم سعد بيلعبها تلعب مرة ثانية وتوصل كرة لكن في اوف سايد تسلل على اللاعب نينيا. عبد الله بلوشي، بلوشي فيصل الدخيل، دخيل كرة معاه بيلعبها ناحية الشمال توصل كرة إلى كارلوس ترجع له مرة ثانية كارلوس، كارلوس بيلعبها ناحية بدرينو، جون زينيو، زينيو كارلوس روبرتو تلعب مرة ثانية إلى جيفاندو، جيفاندو بيردها ورا إلى بارانيوس، بارانيوس بيلعبها على طول ناحية الشمال توصل وكرة ملعوبة كيمي براساو حصلها ياخذها اللاعب البرازيلي واثنين منتخب يتفرجون عليها توصل ناحية اليمين لعبها أربعة لكن لعبها وين؟ كرة ملعوبة خمسة جيفاندو وجاجير أيضا سبعة بيحصلها ما بين عبد الله بلوشي وأحمد المكيمي. ربع ساعة وباقي نص ساعة من زمن الشوط الأولاني والنتيجة ما زالت واحد سانتا كروز البرازيلي لا شيء منتخب الكويت الوطني. بلوشي، بلوشي أحمد المكيمي، أحمد المكيمي كرة معاه بيلعبها عرضية إلى فيصل الدخيل تروح منه وبيحصلها خمسة جيفاندو، جيفاندو بيلعبها إلى جاجير، يمنين يا جاجير، نينيا وجاجير يلعبها إلى نينيا أسمراني، نينيا كرة معاه بيلعبها إلى جاجير مرة ثانية توصل ناحية اليمين تلعب بيحصلها أيضا كارلوس، كارلوس بينقلها مرة ثانية كرة ملعوبة ناحية اليمين بيحصلها جاجير بيلعبها وحلوة ملعوبة تلعب عرضية إلى كارلوس كرة ملعوبة إنما ينط غصب عنه حطها بالجول شوت إنما جنب القائم الشمال تطلع الكرة برا الملعب أوت. حاجة فريق بدأ يخطط على دفاع منتخب الكويت بيشخط عليه مرة ناحية اليمين ومرة ناحية الشمال وبيلعبون كرة سريعة الفريق البرازيلي فيها إتقان، فيها تمرير قصير مرة وفيها تمرير طويل مرة وفيها الحاجة إتقان في النقل، فيها إتقان. الشيء الجميل إن فيها إتقان وفريق متفاهم متماسك لحد الآن في الربع ساعة وبينقل كرات سليمة في النص وهو اللي ماسك النص ماسك المباراة ولا معاه ولا هدف واحد بيلعبها شوف أرضية اللعب مرة ثانية توصل كرة إنما يقطعها عبد الله معيوف ويلعبها عطول لفيصل الدخيل كرة مع الدخيل ناحية اليمين بيحصلها حمود فليطح، حصلها فليطح مر ناحية اليمين حصل كرة ملعوبة يحط الدخيل بالجول، جول جول حلوة زنقي، حلوة زنقي حطها الدخيل وهجمة ناحية اليمين حلوة، أول هجمة توصل ناحية اليمين ملعوبة حلوة من خالد الزنقي لعبها عرضية للدخيل اللي تابعها الدخيل وحط الهدف الأولاني في الدقيقة 16. حلوة 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 ملعوبة توصل من خالد الزنقي، خالد الكرة ملعوبة ناحية اليمين أخذها وكسب ملعب ولعبها على طول قدام لعبها للدخيل اللي تابعها الدخيل وحطها وشبكها الهدف هدف التعادل في الدقيقة 16. في الدقيقة 16 الدخيل، الدخيل بسجل أول أهداف مباراة لمنتخب الكويت الوطني وبيحرز التعادل دقيقة 16 بعد ما أحرز فريق سانتا كروز في الدقيقة 8. 1-1 1-1 بين منتخب الكويت الوطني وبين سانتا كروز البرازيلي. حلوة لعبت أول هجمة خطر لمنتخب الكويت الوطني بيبون منها هدف في الربع ساعة توصل مرة ثانية بيحصل حمود فليطح، فليطح حصل لعبها ناحية اليمين فيصل الدخيل إلى فيصل الدخيل، الدخيل لعبها ناحية حمود نما تنقطع توصل مرة ثانية للفريق لفريق سانتا كروز بيحصلها وتوصل إلى نعيم سعد، نعيم سعد لعبها مرة ثانية إلى بدر إلى المكيمي كرة مع المكيمي كمي باصيها البوشي إنما هارد لك تطلع الكرة منه برا الملعب أوت. رامي تماس كارلوس
ترجع لكارلوس مرة ثانية. كارلوس بيلعبها ناحية اليمين إلى جاجير. جاجير بيعدي كرة معاه وبيلعبها إنما سريعة تطلع الكرة برا الملعب أوت. بدأ ربع ساعة ما قلتلكم فريق سانتا كروز هو اللي بيذكر أكثر واللي جاب هدف دقيقة 8، لكن هجمة منتخب الكويت الوطني غير مجرى اللعب ناحية اليمين إلى خالد الزنقي اللي كان مجنح ناحية اليمين لعبها للدخيل وسجل منها الهدف إلى التعادل لمنتخب الكويت الوطني 1-1. صلي عبد الله معيوف، كرة مع عبد الله معيوف بردها لحارس مرمى جاسم بهمن. بهمن إلى أحمد المكيمي. المكيمي بيلعبها إلى فيصل الدخيل، يباصيها الدخيل خاطط الكرة مرة ثانية يحصلها جيفاندو. جيفاندو بيلعبها إلى الفيردو إلى بارانيوس. بارانيوس يلعبها ناحية بدرينو. بدرينو درينو بيلعبها إلى جيفاندو. جيفانيدو. جيفانيدو بيلعبها ناحية جونزينو. معليها وبنطمح بجمعة توصل ناحية 7 اللي هو جاجير. بيلعبها عرضية وبهمن بيقطعها وفريق الحيدر بيلعب كرة عرضية خطرة وبهمن بيشيل كرة وكرة مرة ثانية لعبد الله بلوشي بيلعبها لفيصل الدخيل. كرة مع الدخيل. الدخيل اللي بيلعبها إلى عبد الله لما توصل من عبد الله بلوشي بتروح ياخذها مدافع فريق سانتا كروس يلعبها إلى محبوب يخطفها وبدر يباصيها توصل إلى المكيمي. المكيمي بيطولها لكن بارانيوس هو اللي أقرب لها. بارانيوس لعبها عطوا ناحية الشمال إلى بدرينو. بدرينو ومضى حوالي 20 دقيقة من زمن الشوط الأولاني ونتيجة ما زالت منتخب الكويت الوطني 1 سانتا كروس البرازيلي 1. تلعب الكرة توصل إلى جيفانيدو. جيفانيدو بيلعبها ناحية جاجير. جاجير كرة معاه بيحاول يحصلها يلعبها عرضية يقطعها بدر عبد الجليل لا عبد الله بلوشي. بلوشي بيلعبها توصل إلى فيصل الدخيل لكن في صفارة من حكم المباراة هاندبول على فيصل الدخيل. تلعب كارلوس روبرتو بيعدي جون زينو 11 اللي عدي يلعبها إلى جيفانيدو 5 دولي. جيفانيدو 5 هذا فقط فيهم بس. توصل إلى بدرينو تلعب مرة ثانية توصل الكرة إلى فيصل الدخيل. الدخيل منتخب الكويت الوطني كرة مع الدخيل قاطع لسويد يلعبها لسويد وسويد في أوقف تسلل لأن اثنينهم تقدموا المدافعين اللي هو 4 كارلوس وبارانيوس طلعوا على طول وكان في موقف تسلل. لعبت على طول الأوف سايد الجناح الشمال جون زينو. يلعبها بدرينو لعبها إلى جيفانيدو. تلعب فليطح بيقطعها الفيردو لعبها على طول سويد كرة معاه نعيم سعد. تلعب عرضية أخذها تسمح وتلعب خطرة دبل جول حط لها دبل جول 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 حلوة حلوة. لعبات الفريق البرازيل الحقيقة عنده لعبات صعبة لعبات فعلا سريعة وكرة على طول سريعة بيلعبها حلوة حلوة ملعوبة لا في مكان سليم بعد ما انقطعت من المدافع منتخب الكويت الوطني بتلعب توصل كرة إلى وبيسجل الفريق البرازيلي سانتا كروس الهدف الثاني في الدقيقة 22. في الدقيقة 8 في الدقيقة 22 جاجينو وسنترت اللعبة تلعب فيصل الدخيل. الدخيل بيحصلها مرة ثانية وبيبعدها تطلع الكرة برا الملعب أوت.
المقصورة الرئيسية الشيخ فهد الأحمد رئيس الاتحاد، والشيخ أحمد العمود نائب رئيس الاتحاد، وأيضا السيد لاعب الكرة فيصل الدخيل، حمد المكيمي، محبوب يلعبها توصل إلى جيفانيدو، إلى جاجينو اللي جاب الهدف الثاني. خمسة جيفانيدو تلعب هتاخذ حلوة ملعوبة شايتنا، ما تروح الكرة وين برا الملعب أوت. سيد أحمد السعدون نائب رئيس اتحاد الأسيان قارة آسيا، وأيضا السيد ألف رمزي اللي هو مدير الكرة في إنجلترا، أيضا ليحضر بدعوة من الاتحاد الكويتي للإشراف والاتفاق على أيضا الفرق الكويتية، وأيضا بعض رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية وكبار الشخصيات المقصورة الرئيسية. اللعبة الكرة صلي عبد الله معيوف 22 إلى 24 دقيقة مضى تقريبا، 24 دقيقة مضى من زمن الشوط الثاني، 2-1 لعبة توصل عند تشويل حارس المرمى، حارس مرمى تشويل جون زينو، جون زينو دلا معيوف في النص بيلعبها إلى فيصل الدخيل، إلى دلا بلوشي، فيصل الدخيل ياخذها بدرينو توصل ناحية نعيم سعد، نعيم سعد بيعليها لكن وين يعليها؟ بإيد حارس المرمى جويل. تلعب مرة ثانية توصل الكرة إلى عبد الله معيوف ونينا، نينيا ملعوب لنينيا، نينيا اوف سايد، نينيا 25 مدرب الفريق البرازيلي. اوف سايد محبوب ثبته محبوب جمعة. لعبة توصل يوسف فيصل إلى فليطح يلعبها، تلعب مرة ثانية فيصل، عبد الله معيوف، نعيم سعد أوت. الفريق الحقيقة سانتا كروس بيلعب بطريقة كيف التسلل، هذا فريق الضيف سانتا كروس احتياطي. لعبت لسانتا كروس، هدف واحد لمنتخب الكويت الوطني من الدخيل، هدفين لسانتا كروس. مضى حوالي 26 دقيقة من زمن الشوط الأولاني من المباراة، نتيجة ما زالت 2 سانتا كروس 1 منتخب الكويت الوطني. توصل ناحية الشمال كرة ملعوبة، ثاني نقلة الفريق البرازيلي سانتا كروس ملعوبة يقطعها وتوصل إلى خمسة جيفانيدو يلعبها إلى كارلوس، كارلوس شايد تضرب تصلح ناحية اليمين، جاجير، جاجير بيعليها عرضية خطيرة بيحطها، إنما بيحطها وين؟ تروح الكرة برا الملعب أوت. حلوة حلوة الحقيقة الفريق بيلعب كرة حلوة اللي هو جاجينو، جاجينو جاجينو رقم 8 اللي لعب الهدف الثاني. لعبت بدر الى بلوشي الى المكيمي الى محبوب فيصل الدخيل، كارلوس روبرتو بيطلعها من الدخيل برا الملعب اوت. الكره البرازيليه طبعا تعتمد على الكره القصيره والمهارات الفرديه
مهارات اللاعب الحقيقه اللي هي بتسخر للفريق. بتلاقي لاعب اي لاعب في البرازيل تلاقي عنده مهارات اساسيه، وطبعا هذا المفروض ان اي لاعب يسخر لمجموعه الفريق ان تكون عنده المهارات الاساسيه المفروض انها يستفاد منها الفريق. ذات تلاحظ اللاعب البرازيلي ممكن عنده مقدره التمرير والمراوغه، وتلاقي عنده ايضا تحفظ بالكره والاستقبال، كل طبعا اساسيات كره القدم المفروض تكون طبعا عند اللاعب البرازيلي. فهي فعلا موجوده، بيهتمون في المسائل مثل هذه، وايضا على الكرات القصيره، وفي نفس الوقت على الخليط بين الكرات القصيره والطويله في نفس الوقت. شايفه انا لحد الان دائما الكرات العرضيه، دائما احنا نقول عرضيه البرازيليه، دائما هي موجوده في الفريق البرازيلي وبتشكل فيها خطوره. كره مره ثانيه اللعب الى عبد الله بلوشي، بلوشي بيلعبها ناحيه اليمين الى فليطح، لكن اسرع لها بيحصلها فليطح، كره معاه وبيمر فليطح كره معاه، لكن تطلع منه وبيطلعها المدافع البرازيلي برا الملعب. كورنر، كورنر، محمود فليطح راح يلعب، لعبها محمود فليطح وبنط تمر ثاني شايت. كرة عبد الله معيوف داخل وبيطيح الكرة وبيشترك مع حارس المرمى، وعبد الله معيوف تنزل وبيتقدم فيها، عبد الله معيوف يحاول انه يحطها بالجول، بيحطها وين؟ فوق العارضة برا الملعب، اوت. تلعب لازم تطلع الكرة خارج منطقة حدود 18، حتى تعتبر الكرة في اللعب، إذا لم تعد منطقة 18 تعاد الكرة مرة ثانية، أي كرة واقفة داخل منطقة 18 توصل لحمود فليطح منتخب الكويت الوطني. لعبها ناحية اليمين إلى خالد الزنجي، والزنجي كرة معاه بيلعبها في النص إلى سويد، إلى سويد شلون؟ إلى محبوب، محبوب إلى فيصل الدخيل، ومحبوب يلعبها ناحية عبد الله بلوشي، فيصل الدخيل، والدخيل الله حلوة، الدخيل شايط بالجول، يطلع حارس مرمى الله، حلوة حلوة، الدخيل، الدخيل بياخذ مراكز حلوة وبيتحرك سليم وبيتابع كرة على طول، لعب كرة حلوة، لأخذ مكان سليم الدخيل وحطها بشماله، لكن أحد ما حد استقبلها وما حد تابعها، لو كان أحد تابعها من مهاجم منتخب الكويت ممكن الكرة تكون داخل الجول. كورنر لمنتخب الكويت الوطني، لعبت لعبها حمود فليطح، الكرة بنط مرة ثانية وتوصل الكرة نعيم سعد داخل، وبيحول يمر نعيم سعد، وشايط نعيم سعد قدام الجول، الله، وهذه واحدة ما حد تابعها أيضا، واحدة ما حد تابعها مرة ثانية، الكرة مرة ثانية تلعب بيحصلها توصل الى سانتا كروس مرة ثانية، جاجينو، جاجينو بيلعبها الى 11، جونزينو، جونزينو في النص، جاجينو تلعب احمد المكيمي، باصية خطأ المكيمي وتلعب في النص، توصل كرة الى جاجينو ناحية الشمال، كرة ملعوبة ناحية جونزينو، 11 بينقلها على طول، نينيا، نينيا بينقلها مرة ثانية، وشايت انما شايت تروح الكرة برا الملعب، اوت. اثنين سانتا كروس البرازيلي، ومضى حوالي واحد منتخب الكويت الوطني، ومضى حوالي 31 دقيقة من زمن الشوط الأول من المباراة، اثنين سانتا كروس، واحد للكويت. أول بداية لها دقيقة 8 لسانتا كروس، تعادل لفيصل الدخيل في الدقيقة 16 في الدقيقة 22 البرازيل سانتا كروس بيجيب الهدف. لعبة محبوب إلى حارس مرمى جاسم بهمن، بهمن إلى بدر، بدر عبد الجليل بيلعبها لكن سريعة على مكيمي، تطلع الكرة سريع، يطلع الكرة برا الملعب، اوت. بارانيوس الى حارس مرمى، تشويل، تشويل طويلة شوي اللي بيلعبها، نينيا بنط مع محبوب، تلعب صار الى حمود فليطح، حمود كرة معاه بيلعبها تنقطع وبيحصلها مرة ثانية سانتا كروس البرازيلي،
ياخذها نعيم، نعيم سعد، كرة مع نعيم متقدم فيها نعيم بيلعبها عرضية، صلي عبد الله بلوشي، بلوشي كرة معاه بيصلح نفسه عشان بلوشي تروح منه، فيصل كان قاطع له وجاجينو بيخطفها وتروح منه وبيحصلها بدر عبد الجليل بيلعبها لسويد لكن يباصيها توصل إلى محبوب إلى حارس مرمى جاسم بهمن. تلعب ناحية اليمين عبد الله معيوف سويد، سويد بيحصلها ناحية اليمين نعيم سعد، عبد الله بلوشي، محبوب، خالد، محبوب، لكن محبوب اعطاها خالد على قرار ان خالد راح يتقدم لما يلعبها لمحبوب، طبعا راح الطويله صوره في النص بيحصلها جيفانيدو، ترجع لجيفانيدو خمسه الى بدرينو، جونزينو، فيصل الدخيل يقطعها الفيردو، تكون الى عبد الله بلوشي، تاخذ بدا ينقل كره، منتخب الكويت كره مع عبد الله بلوشي، فيصل الدخيل دخل كره معاه بيلعبها انها ما تنقطع، توصل كره مره ثانيه لفريق سانتا كروس، منقوله عرضيه الى جاجينو، جاجير، بيلعبها الى اربعه يعليها طلعها بهمن، كرة خطرة بيعليها كارلوس، ياخذها نعيم سعد، نعيم بيطولها الى خالد الزنقي، خالد الزنقي بردها ورا بيستلمها لاعب سانتا كروس البرازيلي، تلعب في النص توصل ناحية اليمين حصلها جاجير، جاجير بيلعبها عبد الله معيوف لحارس مرمى جاسم بهمن، 10 دقائق باجي وينتهي الشوط، عبد الله بدر بيلعبها يباصيها بدر سريعة تطلع الكرة برا الملعب اوت، كارلوس إلى جاجير، كارلوس، جاجير، جيفانيدو، بدرينو، عرضية خطرة طلعها شوت، الله اي بالله جول، بل كرة رادة ابدا بيحطها بالتسعين، كرة خطأ من مدافع منتخب الكويت الوطني لاعب البرازيلي سانتا كروس رقم خمسة، رقم خمسة جيفانيدو، جيفانيدو، جيفانيدو في الدقيقة 36 في الدقيقة 36 جيفانيدو، جيفانيدو في الدقيقة 36 3-1 الشوط الأولاني، 3-1، 3 لنادي سانتا كروس، 1 لمنتخب الكويت الوطني، لعبت في فاول لمنتخب الكويت الوطني، لعبت لمحبوب، باجي 9 دقائق واللعبة توصل الكرة إلى نينيا، نينيا بينقلها يحصلها مكيمي، كرة مع المكيمي، مكيمي يلعبها إلى عبد الله معيوف، عبد الله معيوف كرة معاه باصية ناحية نعيم سعد،
نعيم سعد بيلعبها لفيصل الدخيل. فاول حتى في البرازيل فاول، هذا فاول فاول على كارلوس روبرتو. نعيم سعد راح يلعبها، لعبت خطره شوت، الله سويد قدام الجول وحارس المرمى بيطلعها وبتصلح لسويد، ما في احد الا المدافع بالجول، حطها سويد في نفس الزاويه اللي واقف فيها مدافع سانتا كروز. كان ممكن لعبه داخل مرمى نادي سانتا كروز، لكن سويد بيحطها بنفس الزاويه اللي واقف فيها الدفاع بيطلعها برا الملعب. كورنر كورنر، مستوى حارس الفريق مو هو مستوى اللاعبين، شايفه ضعيف حارس المرمى، وتلعب الكره توصل تلعب فليطح بيلعبها، تلعب مره ثانيه شايت انما بيد حارس المرمى، حارس مرمى سانتا كروز تلعب يلعبها طويله قدام محبوب بدر نعيم، نعيم سعد برد الكره لحارس المرمى، الجمهور معاجبه الشيء هذا، ترجع الى بدر عبد الجليل، عبد الله بلوشي باصه خطا اللعب فيصل الدخيل، كره مع الدخيل، الله لعبها لبلوشي الدخيل، باصيها بلوشي توصل لفيصل اخذها، لكن حصلها الدخيل مره ثانيه توصل لعبد الله بلوشي، بلوشي لفيصل الدخيل، دخل كره معاه، دخيل لعبها ناحيه اليمين حلوه يبعدها المدافع، توصل وبيحصلها المدافع سانتا كروز اللي راجع ورا، وفي لاعب من منتخب الكويت الوطني في ارض الملعب، اللعب دالله لعبها ياخذها المكيمي، اللعب ناحيه اليمين سبعه جاجير بيعدي من المكيمي، لعبها ناحيه كارلوس، لعبه خطره محبوب، لكن محبوب محبوب فعلا محبوب في الدفاع امان. حمود فليطح، حمود فليطح ان شاء الله تكون اصابته بسيطه، وان شاء الله يقوم يكمل مع زملائه، وباقي حوالي 5 دقائق، نتيجه 3 سانتا كروز 1 منتخب الكويت الوطني، سجلت الاهداف في الفريق سانتا كروز في الدقيقه 8 رقم 9 نينيا، في الدقيقه 22 منتخب الكويت الوطني، عفوا في الدقيقة 16 منتخب الكويت الوطني فيصل الدخيل، في الدقيقة 22 جاجينو رقم 8، في الدقيقة 36 هدف الثالث في للاعب جيفانيدو رقم 5 و3 سانتا كروز 1 منتخب الكويت. قام بالسلامة حمود فليطح والحمد لله، قام بالسلامة، وكورنر لنادي سانتا كروز راح يلعبها كارلوس، لعبها كارلوس بعدها دفاع الكويت لبلوشي، بلوشي بيعليها كرة توصل عالية قريبة بيحصلها بارانيوس، يلعبها إلى بدرينو، بدرينو بيلعبها مرة ثانية وتوصل إلى جون زينو، إلى بدرينو، إلى جون زينو، جون زينو كرة معاه، جون زينو بتلعب مرة ثانية ويبعدها المكيمي، كرة في النص بيحصلها دله بلوشي، وبيعدي بلوشي كره معاه بيلعبها عطول سويد، سويد كره معاه بيلعبها عرضيه حلوه لفيصل الدخيل، والدخيل كره معاه بيحصلها الدخيل وبيصلح نفسه بيلعبها ناحيه شمال لاحمد المكيمي، المكيمي يعليها، المكيمي بيصلحها لنفسه وبيلعبها، لكن بياخرها المكيمي تروح مره ثانيه وتلعب، وهجمه عكسيه انما ياخذها محبوب جمعه، كره مع محبوب، محبوب لعبها الى بلوشي، تروح من بلوشي بيحصلها مره ثانيه 7 جاجير، جاجير ماخذها متقدم وغريب عند منطقه 18 وبيعليها كره، انما وين بيعليها غير سليمه، تروح الكره برا الملعب اوت. في لاعب من منتخب الكويت الوطني شايفه بيسخن، بيسخن والله شكله انه هو فالح فلاح، طبعا هم اسماء جديده في منتخب الكويت الوطني والتغيير متفق عليه،
وباجي تقريبا حوالي دقيقتين وشوية من زمن الشوط. الأول والنتيجة 3 سانتا كروس 1 منتخب الكويت الوطني. توصل كرة لنينيا. نينيا بتعدي من مدرت. لعب ناحية الشمال. حصلها. وصل إلى نعيم سعد. بلوشي. جاسم بهمن. إلى عبد الله معيوف. نعيم محبوب جمعة. محبوب حلوة ياخذها فرانيوس بيلعبها لكن توصلها عند جاسم بهمن. بهمن إلى عبد الله معيوف. أحمد المكيمي إلى جاسم بهمن. تلعب ناحية اليمين توصل الكرة إلى ليطح. مرة ثانية حصلها فليطح حمود. أوت. رايم التماس. ناحية اليمين كارلوس. جاجير. جيفانيدو. فريقي بيلعب كرة نقل كرات لياقة بدنية عالية. يباصيها سلم كيمي. سويد. فيصل الدخيل. نعيم سعد. يبعدها المدافع. سانتا كروس برا الملعب اوت. خلاص ال 45 تقريبا. خلاص حكى المباراة عبد السلام الياقوت بيطالع مساعدينه. ما في وقت ضايع كثير ابدا يعني عادي. بين سانتا كروس 3 سانتا كروس الكويت 1. نهاية الشوط الاولاني. تطلع الكرة برا الملعب اوت. رمي التماس. لعبت اوت. ويصفر عبد السلام الياقوت معلن نهاية الشوط الاولاني. سانتا كروس 3 الكويت 1. سيدات سادتي للقاء بعد استراحة قصيرة. مع السلامة. سيداتي أنساتي سادتي أحييكم مرة ثانية من استاد نادي القادسية في منطقة حولي لأصف لكم الشوط الثاني من هذه المباراة الودية ضمن إعداد منتخب الكويت الوطني لكأس الخليج اللي راح تقام إن شاء الله. دورة كأس الخليج راح تقام إن شاء الله في بغداد في شهر مارس اللي احنا فيه في تاريخ 23 الجمعة. راح يكون الافتتاح في 8 شهر 4 راح تكون نهاية الدورة. انتهى الشوط الأولاني 3-1 بين سانتا كروس ومنتخب الكويت الوطني. نادي سانتا كروس من مقاطعة ميخ أمينغو في قاطع الشمال في الجزء الشمالي. و الفريق حصل على بطولة المقاطعة مرتين الدوري العام المقاطعة وكان الموسم الماضي ترتيبه الرابع ضمن دوري البرازيل عموم البرازيل.
طير محلاتهم حكم دولي عبد السلام الياقوت. بداية الشوط الثاني انتشط الأولاني 3-1. اللعبة كرة مع سانتا كروس منتخب الكويت الوطني. غيروا لاعب، نزل فالح فلاح بدل بدر عبد الجليل، ونزل وليد الجاسم بدل أحمد المكيمي. تبديلين، هذا فالح فلاح اللي لعب كرة مع فالح فلاح، لعبها ناحية الشمال، كرة ملعوبة حلوة من قول سويد، إنما حارس المرمى بينط حارس المرمى ومشترك مع يوسف سويد. كرة مع حارس المرمى. المهم ان الحكم ما صفر فاول، لذلك حارس مرمى فريق سانتا كروس الظاهر انه اشترك مع سويد واصيب، فكان كانت الكره بايده وبعدين رماها، وبعد ما رماها طلعها المدافع سانتا كروس في بدايه اول دقائق من الشوط الثاني. بعد ما رمى الكره رمى نفسه في ارض الملعب، الظاهر انه في اصابه، إن شاء الله تكون إصابته سليمة. والمحدد الآن المباراة نظيفة بين الطرفين، وطبعا المباراة هذه الحقيقة لإعداد المنتخب الكويت الوطني. هذا الحقيقة اللي بيشوفونه المعلق البرازيلي، المعلق البرازيلي، المباراة بتنقل إلى البرازيل بالإذاعة. هذا المعلق البرازيلي. لعبة قام حارس المرمى، واللعبة رمي التماس، طلعت مرة ثانية رمي التماس لمنتخب الكويت الوطني. نعيم سعد لعبها، نعيم صلف ليطح، تطلع الكرة برا الملعب اوت. ثبتها حارس المرمى جويل، لعبها ليطح سويد، توصل الى جاجير، ترجع مره ثانيه وتلعب حصلها محب جمعة، محبوب لعبها لسويد، يصل الدخيل، دخل كرة معاه، صلحنا عند شمال زنجي بشوت، تروح الكرة برا الملعب اوت. فيصل الدخيل حقيقة هو مكمن خطورة مهاجمي منتخب الكويت الوطني. ذا الكرة اول ما يحصلها فيصل الدخيل تحس ان الكرة بتكون في موقف خطر. زنجي بيشوت، تروح الكره فوق العارضه، ضربه مرمى لصالح فريق سانتا كروس، نادي سانتا كروس. بدايه الشوط الثاني من المباراه، نتيجه الشوط الاولاني 3 سانتا كروس 1 منتخب الكويت الوطني. لعبت توصل مره ثانيه، تلعب لبلوش، بلوش يلعبها الى فالح فلاح، بتروح منه، حصلها مره ثانيه سانتا كروس، تلعب الى جاجينو، تلعب ناحيه اليمين جاجير بيلعبها، تنقطع مره ثانيه، بحصلها جاجير فالح فلاح، فالح فلاح بيعدي واللاعب جاجير سبعه، بياخذ انذار بيشد فنيله اللاعب فالح فلاح اللي لعب بدل بدر عبد الجليل، بيشده من فنيلته اللاعب سبعه وبياخذ انذار. تلعب الكره، توصل يبعدها، شايت حلوه يا دخيل، كره نازله على طول بيمينه على الدخيل، ما يخلي حد من صرفيه بشوت، انما مطلوب نفس الزاويه اللي واقف فيها حارس المرمى. حلوه تلعب مره ثانيه، توصل كره الى جويل، لعبها جويل، حصلها نينيا بيلعبها الى جونزينو الى بدرينو الى
جيفانيدو جيفانيدو مارانيوس كارلوس اللعب مرة ثانية إلى عشرة بيلعبها توصل ناحية اليمين ونقوله كرة لافة لكن تطلع الكرة وين برا الملعب أوت كارلوس روبرتو لما تطلع الكرة ضربة مرمى لصالح فريق منتخب الكويت الوطني محبوب ناحية اليمين عبد الله معيوف تروح من عبد الله معيوف بيحصلها 11 جون زينو يلعبها شايت انما تروح الكرة برا الملعب اوت نينيا ضربة مرمى لمنتخب الكويت الوطني يلعبها رامي التماس كارلوس جيفانيدو ياخذها حمود فليطح توصل مرة ثانية إلى كارلوس خذها محبوب محبوب باصيها في مكان السويد باصيها على الخط سويد اوت اوت رامي التماس رامي التماس بدرينو الى تشويل حارس المرمى كرة مع جيفانيدو تلعب ناحية اليمين جاجير بلوشي فالح فلاح محبوب جاسم بهمن اللعب الى فالح فلاح عبد الله معيوف فالح فلاح ناحية من عبد الله معيوف لعب مره ثانيه وهجمه عكسيه انتخب لينار سانتا كروس شايت نماشوته سهله جدا بيحصلها ثمانيه اللي هو جاجينو هجمه عكسيه بيحصلها من النص توصل لفيصل للدخيل مره ثانيه و كرة مع الدخيل دخيل فالح فلاح عبد الله معيوف نعيم سعد حلوة بيلعبها لما يقطعها بدرينو تلعب ناحية نينيا نينيا وعبد الله معيوف 11 طالع له جون زينو لعبها لجون زينو لعب مرة ثانية انما يرتاح هذا مرة ثانية انما بيحطها بالجول الله جول خطأ من مدافع منتخب الكويت الوطني بالتصلح وبيدخل جاسم بهمن كان برا الجول وبينفرد فيها اللاعب رقم ثمانية اللي هو جاجينو جاجينو بيسجل الهدف الرابع سجل الهدف الرابع في الدقيقة تسعة في الدقيقة تسعة في الدقيقة تسعة جاجينو رقم ثمانية أيضا من كرة خطأ بتصلح المدافع بيسجل منها الهدف الرابع في الدقيقة تسعة من الشوط أربعة واحد لعبة توصل ناحية الشمال وصلها وليد الجاسم
الذي بيلعبها خطا ترى مره ثانيه وبيحصلها 11 اللي هو جونزينو، خمسه بيحصلها جيفانيدو، جيفانيدو بيلعبها ناحيه اليمين تلعب توصل ناحيه مره ثانيه وبيحصلها كارلوس، كارلوس بيلعبها خطر دبل جول بيلعبها انما بعدها مدافع منتخب الكويت عبد الله معيوب، الكره كانت خطره ملعوبه عرضيه وتلعب اللاعب اللي ها مصيب حيدا اصيب اللاعب اللي جاب الهدف الرابع اللي هو رقم 8 جاجينو، جاجينو الظاهر اصيب لما اشترك محارس مرمى بشار لحق المرات اللي دخل ورجع تلعب الكره جاجينو اللي جاب الهدفين الهدف الثالث الهدف الرابع لعب عطنا حد شماطر ال 11 عبد الله معيوف بيحصلها من قدامه عبد الله معيوف ومضى حوالي 11 دقيقه من زمن الشوط الثاني نتيجه 4 سانتا كروس 1 منتخب الكويت الوطني. تلعب الكره توصل الى سويد، سويد كره معه سويد قاطع لفيصل الدخيل لكن تروح منه وبيلاعبها كثير تروح منه توصل الى جاجينو، جاجينو تلعب الى نينيا، نينيا بينقلها على طول في العرض في نص الملعب الى ثلاثه الفريدو، فيدي باصيه خطا كره مره ثانيه وتلعب بيحصلها ناحيه اليمين كارلوس، كارلوس ترجع كارلوس مره ثانيه ناحيه اليمين بيلعبها كارلوس منقوله الى جاجير ترجع ناحيه مره ثانيه كارلوس، كارلوس بيعليها وخطره يبعدها عبد الله معيوف توصل مره ثانيه ناحيه الشمال الى 11 اللي بيحاول يحصلها ومشترك معه نعيم سعد و11 بيمر وبيمر 11 كره مع جون زيرو نما في تطلع الكره برا الملعب كورنر، كورنر كورنر لعبه الكورنر حط بالراس وخطر لكن في فاول، في فاول فاول لعبات سريعه الحقيقه لعبات سريعه ومهارات فرديه عالية جدا فريق سانتا كروس بيقدم لحد الآن 4 أهداف 3 الشوط الأولاني الرابع في الشوط الثاني 1 منتخب الكويت الوطني من فيصل الدخيل محبوب فالح فلاح فيصل فالح فلاح مود فليطح فليطح بيلعبها للدخيل فليطح دبل جول لكن بياخذها بدرينو تروح مره ثانيه تلعب ناحيه اليمين بيحصلها كارلوس، كارلوس بينقلها مره ثانيه ناحيه اليمين لعبها الى جاجير الى كارلوس، جاجير جاجير كره معاه تلعب الى خمسه جيفانيدو جيفانيدو ياخذها زنجي خالد فيصل الدخيل فالح فلاح بيحصلها فيصل الدخيل محبوب محبوب يحاول يدخل الحقيقه لعب فردي اكثر من لعب جماعي طبعا ما يصير هو بيدخل بيحاول انه يعدي كناحيه فرديه طبعا ما ممكن يقدر يمر من اربع لاعبين تلعب ناحيه اليمين تصدر الى جاجير الكره معاه بيلعبها نينيا، نينيا جيفانيدو نينيا جون زينو خطره الله حلوه حلوه زعلان شيتها حلوه زعلان ليش؟ شايتها حلوه وحاطها بشمالها جنب القائم الشمال بيسجل لكن تمر جنب القائم الشمال ما تدخل داخل الهدف زعلان زعلان لاعب سانتا كروس لاعب سانتا كروس لاعب سانتا كروس كارلوس روبرتو
كارلوس روبرتو كره ماخذ مكان حلو حاطه شمال مرجم القائم الشمال هاردر طبعا كره ملعوبه حلوه تلعب فالح فلاح عبد الله معيوف ربع ساعة باقي نص ساعة والنتيجة 4-1 لنادي سانتو على منتخب الكويت الوطني فالح فلاح يلعبها محبوب محبوب وين راح يوديها شو ما حد ظاهر له فالح ظاهر له حلوة لا ما يباصيها خطأ محبوب إنما محبوب جمعة بيصلح غلطته بيرتاحها مرة ثانية توصل الكرة مرة ثانية بيصل الدخيل ودخل الكرة معه بيلعبها ناحية الشمال توصل الكرة ناحية الشمال حصلها وليد الجاسم اللي نازل يشوت الجاسم رجع له مرة ثانية الجاسم الكرة معه بيلعبها مرة ثانية إلى زنجي اللي بيحاول يعدي انما توصل بايد حارس المرمى تشويل تشويل بيلعبها حصلها فليطح كره مع فليطح وبيعدي فليطح ناحيه اليمين كورنر كورنر ربع ساعه نص ساعه الاخيره مضى ربع ساعه ونص ساعه الاخيره من زمن الشوط الثاني من المباراه النتيجه ما زالت 4 سانتا كروس 1 للكويت الوطني لعبت راس دبل جول معيوف عبد الله معيوف كرة قدام الجول ممكن يسجل منها هدف لكن مثل قدامه بيتأخر فيها وبيطلعها من المدافع تلعب مرة ثانية صل ناحية اليمين حصلها ويلعبها وتوصل إلى كارلوس جيفانيدو كارلوس روبرتو بدرينو كارلوس روبرتو جاجير كارلوس اثنين كارلوس في كارلوس 4 وفي رقم 10 ايضا كارلوس روبرتو جيفانيدو ناحية اليمين توصل الى عرضية اللعب طاح نعيم سعد طلعها برا الملعب اوت في لاعب يسخن من سانتا كروس البرازيلي الظاهر راح ينزل لعبت دله معيوف حمود فليطح فيصل الدخيل عبد الله بلوشي وليد الجاسم فالح فلاح محبوب سويد لكن بيطلع عندما الفريدو اوت هذا اللاعب سانتا كروس البرازيلي بيسخن بيهيئ نفسه قبل يدخل الملعب مضى حوالي 17 دقيقة النتيجة ما زالت 4 سانتا كروس 1 الكويت الوطني الكرة مع عبد الله معيوف اخذها جيفا يا جاجينو توصل ناحية جاجير جاجير كرة معه إلى 10 كارلوس توصل إلى جاجير جاجير بشوت توصل مرة ثانية إلى جيفانيدو جون زينو كارلوس روبرتو إلى كارلوس 4 إنما توصل إلى فالح فلاح سويد دخيل إلى سويد سويد داخل مع الفريدو وسويد تروح منه طعها من قدامه كارلوس روبرتو توصل مرة ثانية إلى بارانيوس كارلوس روبرتو جون زينو كارلوس روبرتو بغير لعب ناحية ثانية إلى ناحية اليمين توصل إلى اللعب بدأوا يلعبون كرة ناحية اليمين كرة ملعوبة توصل بإيد بهمن حارس مرمى منتخب الكويت الوطني
20 وباقي 25 4 لنادي سانتا كروز، واحد لمنتخب الكويت الوطني نعيم سعد جهة اليمين، كرة معاه بيلعبها حمود فليطح، جاسم بهمن إلى محبوب جمعة، وليد الجاسم، عبد الله بلوشي، ناحية الشمال بيلعبها وتوصل فيصل الدخيل، لا فيصل الدخيل يحاول يمر، حكم المباراة أوفسايد أوفسايد. في تغيير فريق سانتا كروز، نينيا بيطلع، نينيا بيطلع، 16 بينزل، نينيا اللي جاب اول اهداف المباراة، 16 هو اللي بينزل، 16 لعبت توصل الى الزنقي، خالد الزنقي وتروح من تطوره مره ثانيه، لكن في فاول على اللاعب جيفانيدو. مضى حوالي 22 دقيقه من زمن الشوط الثاني، النتيجه 4-1 لسانتا كروز على منتخب الكويت الوطني، كره اوت اوت. رامي التماس تلعب، فيصل عبد الله معيوف، عبد الله معيوف كره معاه، لعبها عرضيه يبعدها المدافع برا الملعب، حلوه عبد الله معيوف بيتقدم، عبد الله معيوف وبيلعب كره حلوه وبيتقدم فيها، بيلعبها ناحيه بشماله ناحيه نص الملعب، بيطلعها المدافع بدرينو بيطلعها برا الملعب، كورنر 4 لا يطح بيلعبها بس مره ثانيه الى فالح، فلاح شايت تروح الكرة برا الملعب اوت. تلعب الكرة مرة ثانية، توصل الكرة إلى بدرينو، دينو كارلوس روبرتو إلى ألفريدو، عبد الله بلوشي توصل ناحية الشمال، نم أقرب إلى تشويل حارس المرمى يرميها بإيده على طول، توصل إلى بارانيوس، جيفانيدو، سانتا كروز 4 كويت 1، مضى حوالي 24 دقيقة، تلعب توصل إلى كارلوس، ترجع له مرة ثانية، حلوة ملعوبة، كرة دربك حطها بشوت ما تمر جنب الغالمين برا الملعب اوت. رقم 10 خطأ، لأن المفروض ممنوع يتناول أي شيء ويطلع من الملعب، فذلك الظاهر أن الأخصائي الطبيعي بيعطيه ثلجة أو شغلة من الشيء هذا
برقم 10 اللاعب كارلوس روبرتو طبعا بيتناول شيء من خارج الملعب وهذا طبعا بيتعارض مع القانون فبيعطي انذار عبد السلام الياقوت بياخذ انذار تلعب توصل لسانتو كروس وهجمه تلعب ودربته وخطره لكن محبوب جمعه بياخذها جاسم بهمن اخر 20 دقيقه اخر 20 دقيقه تلعب عبد السلام فلذلك بياخذ اذن اللي هو نعيم سعد عشان يعمل العلاج فطبعا لما ياخذ اذن لعبت محبوب خذ 5 جيفانيدو عبد الله ما يفي له حارس مرمى جاسم بهمن باقي 20 وما ضاع حوالي 25 من الشوط الثاني نتيجة 4-1 لسانتا كروس على منتخب الكويت الوطني لعبت توصل إلى محبوب لنعيم إنما بدرينو إلى جون زينو فالح فلاح نعيم سعد توصل إلى كارلوس روبرتو يأخذها فالح فلاح توصل إلى حمود فليطح كويت بغيرون لاعب أيضا تلعب إنما تطلع الكرة برا الملعب أوت بينزل عنبر سعيد بينزل في تغيير عنبر سعيد طلع سويد ونزل عنبر سعيد بدل يوسف سويد عنبر سعيد هو اللي نزل بدل سويد في الدقيقة 27 سويد من زمن الشوط الثاني كورنر لمنتخب الكويت الوطني حمود فليطي يثبته راح يلعب الكورنر لعبها فاول لعبة الفاول جيفانيدو جاجينو لعب راح تصل انما عند باهمن تلعب الى فالح فلاح منتخب الكويت الوطني بارانيوس يلعبها الى كارلوس جاجينو يلعبها لكن محبوب يقطعها بيحصلها جون زينو الى كارلوس روبرتو خذ عبد الله بلوشي زنجي خالد عبد الله معيوف يلعبها لفيصل الدخيل حارس مرمى طالع من قدام فيصل الدخيل يلعبها اوت رامي التماس نعيم سعد حمود فليطح حمود فليطح فالح فلاح محبوب فيصل الدخيل يلعبها الحين الدخيل غير تفكير تروح الكرة برا الملعب اوت 16 دقيقة 4 سانتا كروس البرازيلي نادي سانتا كروس البرازيلي 4 الكويت الوطني 1 يابا فيصل الدخيل الفريق الضيف راح يعمل جولة في الخليج راح يلعب في البحرين قطر والامارات تلعب حلوه عليه
توصل الكرة إلى جاجينو، إنما يحصلها حمود فليطح. فيصل الدخيل، فليطح يباصيها فنجر برازيلي، يلعبها الى حارس مرمى اللي هو بدرينو. توصل حارس مرمى، تلعب ناحيه اليمين، كره في نص الملعب، بارانيوس يلعبها، وليد الجاسم، فالح فلاح، عبد الله معيوف، وليد الجاسم. ربع ساعة الأخيرة من زمن الشوط الثاني، 4 سانتا كروس 1 للكويت. فالح فلاح إلى جاسم بهمن، وليد الجاسم، بدأ الفريق البرازيلي حتى يلعب كرة لأربع أهداف على هدف واحد. توصل إلى بدرينو، هنا بيلعبها إلى عشرة محبوب، عبد الله معيوف، فالح فلاح، عبد الله معيوف، أنبر سعيد، عبد الله بلوشي، لعبها توصل إلى فيصل الدخيل، سهلة عند حارس المرمى شويل، لعبها توصل إلى جيفانيدو، فانيدو إلى جونزينو، جاجينو، جونزينو، يا الله، توصل نعيم سعد، اوت، رمي التماس، اوت، فاول، فاول على جيفانيدو. فاول، تلعب، توصل بيد حارس مرمى شويل، حارس المرمى كان حامل الكرة، مشى في أكثر من 4 خطوات، طبعا في القانون ضربة حرة غير مباشرة لمنتخب الكويت الوطني في الدقيقة 34. عبد السلام يرد حكم المباراة بيعطي قرار أن في فاول على حارس المرمى تشويل، حارس مرمى سانتا كروس، في حيطة معمولة من 4 لاعبين. من اللي بيشوت؟ 4 سانتا كروس 1 منتخب الكويت. فيصل الدخيل يباصيها لبلوشي، هو اللي بيشوت، ضربة حرة غير مباشرة، لحد لا ما شاط حكم، ما يصير ما يصير، عندما تلعب الكرة
الله. مرة ثانية عبد السلام الياقوت يرجعهم الكرة، شوف ثمانية يصفر. كورنر، كورنر. عشر دقائق الأخيرة، عشر دقائق الأخيرة. لعبة خطرة وبنط شايت نما بنط همبر سعيد وشايت عبد الله معيوف. عبد الله معيوف بيدخل حقيقة وبشكل خطورة، حصل له فرصة في الشوط الأولاني وهذه فرصة ثانية في الشوط الثاني الحقيقة، ثلاث فرص في المرة. عبد الله معيوف بيهجم بيشتري الكرات، إنما بتروح الكرة برا الملعب أو ضربة مرمى. دقائق العشرة وتسع دقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني والنتيجة ما زالت 4 سانتا كروس 1 منتخب الكويت الوطني. تلعب دلا بلوشي، حصلها فالح فلاح يلعبها ناحية وليد الجاسم. وليد كرة معاه بيلعبها في العرض إلى فالح فلاح. فالح كرة مع نعيم سعد فاضي، يلعبها نعيم سعد إنما ياخذها، توصل إلى كارلوس روبرتو. جون زينو يلعبها وهجمة خطرة، شايت إنما شايت وين؟ ثمانية اللي هو جا جينو، تروح الكرة برا الملعب أو ضربة مرمى لمنتخب الكويت الوطني. طبعا نعرف ان دورة الخليج على الابواب، واعداد فرق الخليج لدورة الخليج اللي راح تقام في بغداد الشقيق ان شاء الله في شهر مارس اللي احنا فيه، شهر 3 في 23 راح تبدا الدورة اللي مع 23. الفريق هذا بيعمل جولة في دولة في دول الخليج حيث تعاون سليم. ليش؟ لان تعاون في تكلفة الفريق، بيجي من البرازيل انه يلعب في 4 دول خليجيه، في الامارات والبحرين والسعوديه وقطر والكويت. فلذلك اوت، طلعت اوت، اوت. رامي التماس، تلعب دلا بلوشي، بلوشي يلعبها الى عنبر سعيد. عنبر سعيد كره معاه بيلعبها عرضيه، ما يلعبها بإيد حارس المرمى شويل، شويل. دفاع سانتا كروس حارس المرمى ياخذها يطلع فيها برا الملعب. كورنر، كورنر. حقا فريق هجومه والوسط عنده احسن من الدفاع، فريق الدفاع ضعيف فيه وحارس مرمى ايضا مهزوز في فريق سانتا كروس، لكن هجومه وخط النص فيه مضبوط اللي هو كيفا جيفانيدو 5 وجاجينو حديده في خط النص ايضا حاملين عبء خط النص. اوت. رامي التماس، توصل لمحبوب، محبوب الى دلا بلوشي. اشترك عنبر سعيد براز، اشترك مع لاعب سانتا كروس عنبر سعيد. يا عمر يا ترادة، ناس يقولون لي عنبر سعيد اخو مرزوق سعيد، لاعب العربي مرزوق سعيد لاعب المنتخب الدولي. هل عنبر سعيد اخوه؟ لا لا، ما اخوه ابدا، اسم على مسمى، ليس عنبر سعيد، مو هو اخو عنبر سعيد، مو اخو عنبر سعيد. عنبر سعيد مو هو، مو اخو مرزوق، مو اخو مرزوق سعيد. اللعب توصلت ورا الى وليد الجاسم، اللعب مرة ثالثة ورا الى سانتا كروس، سانتا كروس البرازيلي. اوت. خمس دقائق باجي، خمس دقائق باجي. أربعة سانتا كروس 1 منتخب الكويت. بدرينو نعيم،
لا يطيح تروح منه دخيل. الله حلو فيصل حديدة بيمر بسهولة من لاعب سانتا كروز بيمر الكرة في فاول على اللاعب بدرينو فاول عليه آخر 5 دقائق. جيفانيدو كارلوس جيفانيدو 10 كارلوس روبرتو بدرينو جون زينو ثمانية جيفانيدو اوت. رامي تماس الفريق راح يلعب مباراة قادمة يوم الثلاثاء راح يلعب مباراة ثانية الفريق الضيف راح يلعب تلعب الكرة انما بيد باهمن حلو باهمن وبينط بشيل الكرة حلوة باهمن جاسم في مباراة يوم الثلاثاء راح يلعب الفريق الضيف تلعب تكون ناحية دخيل حي الله حلوة الدخيل لعبها لكن بلوشي كان متقدم والدخيل لعبها للخلف ورا ما حصلها كان هو والجول لكن بتضيع فرصة تلعب بهمن يطلع بيلعبها كم يلعبها توصل الكرة مرة ثانية إلى عنبر سعيد لكن أقرب إلى تشويل كرة في النص جيفانيدو لعبها هجمة خطرة جول 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 دفاع منتخب الكويت الوطني على أساس أنه اللاعب في موقف تسلل بياخذها لاعب سانتا كروز رقم 16 الظاهر هو اللي نزل في الشوط الثاني فعلا 16 بيسجل في الدقيقة 43 الهدف الخامس خمسة في الدقيقة 43 لاعب رقم 16 ما اعرف اسمه ما اعطوني الاحتياط 5 بيجيب الهدف الخامس 5 سانتا كروز 1 منتخب الكويت الوطني تلعب سمرة ثانية تلعب إلى عبد الله معيوف فالح فلاح عبد الله معيوف ناحية لوشي تلعب مطر إلى فالح فلاح لا حمود فليطح حمود شايد بإيد حارس المرمى شويل خلاص باش تقريبا دقيقتين ينتهي الشوط الثاني من المباراة والنتيجة 5 سانتا كروز 1 منتخب الكويت الوطني سجلت الأهداف دقيقة 8 نينيا في الدقيقة 16 الدخيل التعادل دقيقة 22 جاجينو 36 جيفانيدو 3-1 شوط الأولاني 9 جاجينو الشوط الثاني 43 دقيقة أيضا لاعب رقم 16 5-1 دخيل 5-6 أهداف في المباراة 5 لسانتا كروز 1 لمنتخب الكويت الوطني في آخر دقيقتين كرة ملعوبة ناحية كارلوس بيعدي وبيلعبها عرضية قطعها دفاع منتخب الكويت الوطني تلعب مرة ثانية شايد تروح الكرة برا الملعب أوت جاسم بهمن ثبتها نهاية الشوط تقريبا باجي آخر دقيقة من زمن الشوط الثاني محبوب بيلعبها تطلع أوت ريمي تماس لسانتا كروز تلعب مرة ثانية توصل
الى محبوب، ما حيب طوله ناحيه اليمين لنعيم سعد، الى معيوف، فالح فلاح، في فاول على سانتا كروس على كارلوس روبرتو. عبد الله معيوف، محبوب راح يلعبها، فاول لعبت توصل ناحيه اليمين كارلوس على ساعتي انا خلاص الساعه تقريبا على النهايه خلاص حكى المباراه عبد السلام الياقوت واللي بيساعده احمد دشتي ويعقوب يوسف طبعا في اداره المباراه اللي لجت لحد الان 5 سانتا كروس 1 منتخب الكويت. توصل مره ثانيه الى ناحية اليمين، شايد انما تطلع الكرة برا في راية مرفوعة اوفسايد. فريق راح يلعب مباراة القادمة يوم الثلاثاء، ما قلت لكم بيصفر حكم المباراة عبد السلام الياقوت معلن نهاية المباراة 5 سانتا كروس 1 منتخب الكويت الوطني. سيداتي أنساتي سادتي، لنلتقي معكم إن شاء الله في مباراة قادمة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.